قلب جوية، حاولت لكنه كان فريق قوي ومنظم أكاديمية بأتم معنى الكلمة. نعم يوسف كنت لخصت انت يعني كل شيء، نقول انه فريق أمادو ديالو هو من أكاديمية اللي يعني المدة تاعها تاع التكوين تاعها راهي مده 7 سنوات او 8 سنوات. نظن انه فريق يعني لما تشوف يلعب الكره يعني شيء باين انه فريق منسجم ومتجانس في كل خطوطه. نظن انه عدم توازن في فريق البجاوي ادى بهذا الفريق يلقى صعوبات امام هذا الفريق هذا، لانه هو اللي ارغم الفريق البجاوي انه يلعب كرات هوائيه عاليه الى الامام، وهذا كان في صالح فريق أمادو ديالو. لكن نقول انه في الشوط الاول وين فريق أمادو ديالو عمل الفريق وسجل هدفين اللي يعني وضع الفريق البجاوي كما نقولوا احنا اجنو. نقول انه فريق البجاوي اللي ما نقولش انه ما كانش في نهاره، لكن يعني طاح امام فريق في المستوى يعني في كل النواحي، من الجهه البدنيه، من الجهه النفسيه، وكذلك من الجهه التكتيكيه. لذا نقول انه الفريق البجاوي